التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. بائع الغنم. باقتراب عيد الأضحى للعام 98-900 وألف، تم الترويج لشائعة مؤداها أن العرض من الأغنام والماعز قد لا يكفي للاستجابة للطلب. كان من نتائج تلك الشائعة أن كثيرين من بين المتدخلين في تزويد الأسواق بأضاحي العيد استعدوا لمناسبة توقعوا أن تدر عليهم أرباحا هامة. كان الحاج عبد الهادي الحاير من أبي الجعد في جملة الكسابة مربي الماشية الذين رأوا في تلك التوقعات الخاصة بأسواق الكبش فرصة لتحقيق أرباح قد لا تتاح لهم مرة أخرى. كان الحاج عبد الهادي يملك قطيعا من 1000 رأس من الخراف من فصيلة السردي، لا أحد يجهل الإقبال الذي يعرفه هذا الصنف من الخرفان خاصة في أسواق الرباط والدار البيضاء. شهرا قبل عيد الأضحى انتقل الحاج عبد الهادي الحاير إلى سوق السبت الذي يقع على الطريق من الدار البيضاء إلى بن سليمان، وهو السوق الذي يزود معظم جهات الدار البيضاء. لتنقله الهام هذا وظف الحاج عبد الهادي سائقا لشاحنته أوكل إليه مهمة نقل الأغنام من إسطبل اكتراه في أطراف الدار البيضاء إلى السوق، كما استقدم معه 3 من أعوانه من أبي الجعد. وضع الحاج عبد الهادي استراتيجية للتعامل مع السوق، كان يقوم في كل مرة بنقل 100 خروف إلى السوق حتى إذا ما باعها استقدم عددا مماثلا. كان الإقبال كبيرا على بضاعته، وكان يضع كل ما يقبضه من ثمن في محفظة جلدية يعلقها على خاصرته. ذات مرة وبلغة الناصح الأمين نبهه السائق ويدعى رضا المنصور إلى خطر التعرض للسرقة، وقال له إن الأفضل أن يودع ما يحصل عليه من مال في حسابه البنكي عبر واحدة من تلك الوكالات غير بعيد من السوق. ولكن الحاج عبد الهادي لم يولي أدنى أهمية لنصيحة السائق، وظل كل مساء بعد أن يعود من السوق يأوي إلى غرفة ملحقة بالإسطبل، كان يتخذ من تلك الحقيبة الجلدية التقليدية وسادة. بالنسبة إليه فإن تلك هي الطريقة المثلى للإحساس عند أي محاولة يقوم بها أي كان للاستيلاء على المحفظة، كذلك كان يظن، ولعله كان محقا فيما كان يظنه. وكما توقعه تأسيسا على تلك الشائعات التي سبقت موسم بيع أضاحي العيد، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا في الأسبوع الأخير قبل يوم العيد، وازدادت مداخل الحاج عبد الهادي، وقد تمكن في يوم واحد من بيع أكثر من 100 خروف. وعلى بعد يومين من العيد لم يبق مما استقدمه من خرفان من أبي الجعد سوى نحو 300 رأس. كان الكساب منتشيا بما حققه في تلك الأيام، وقرر ألا يعرض ما بقي لديه من أغنام سوى بعد أن تستقر الأسعار. كان يعلم بخبرته وتجربته أن الطلب يزداد في اليوم الأخير الذي يسبق يوم العيد، فكثير من الناس لا يجدون مكانا للخروف في شققهم ويفضلون التسوق في الساعات الأخيرة. ليلة 7 إلى 8 من ذي الحجة آوى الحاج كعادته إلى تلك الغرفة الملحقة بالإسطبل. كان قد قرر أن يحمل في الغد كل ما بقي لديه من خرفان إلى السوق، وأن يبيعها وإن بأثمان تقل عما قبضه في الأيام السابقة. وبينما أغرق في النوم أحس بشيء بارد يلمس رقبته. لما فتح عينيه على ضوء القمر المتسلل من النافذة الوحيدة تبين شخصا ملثما يحمل سكينا كبيرة يضعها بمحاذاة رقبته. كان يشير إليه بيده الأخرى ألا يغامر بالصراخ. أخذ الشخص الملثم المحفظة الجلدية. كان الحاج عبد الهادي يظن أنه سيستطيع الصراخ ما أن يبتعد عنه اللص، ولكن الملثم قبل أن ينهض هوى على رأسه بضربة بعصا غليظة ثم انطلق مسرعا.
تمسك الحاج عبد الهادي وصاح مستغيثا. هب أعوانه الثلاثة ومعهم السائق، كان يطلب منهم أن يلحقوا بالسارق، ولكنهم لم يدركوه ولم يعثروا له على أثر، وكأنه جني تسلل إلى العالم اللامرئي. توجه الحاج عبد الهادي إلى أقرب مركز للشرطة، نقله إلى هناك سائقه رضا المنصور على متن الشاحنة، ومن مقر مركز الشرطة تم نقله إلى المستشفى لعلاج الجرح الذي أصيب به في رأسه وإجراء كل الفحوص التي تتطلبها حالته، بينما انتقل إلى مقر إقامته العميد محمد البوداري رئيس فرقة محاربة العصابات، حيث قام رفقة عدد من مساعديه بمسح للمكان. لم يتم اكتشاف ما يقود إلى المعتدي، وبذلك انتهت عملية المعاينة. طلب من الأربعة الأعوان الثلاثة الذين رافقوا الحاج من أبي الجعد والسائق أن يلتحقوا بالمفوضية لتسجيل أقوالهم في محاضر قانونية. تناوب على الاستماع إلى الأربعة كل أفراد فرقة محاربة العصابات. كانت منسجمة أقوال الأعوان الثلاثة والسائق، إذ أجمعوا على أنهم كانوا نائمين لحظة تعرض الحاج للاعتداء، وأنهم لم يشعروا بتسلل السارق ولا بخروجه من الإسطبل إلا بعد أن صاح الحاج مستغيثا. تم أخذ بصمات الرجال الأربعة الذين أكدوا في أقوالهم أن لا سوابق لهم. مساء ذلك اليوم توجه العميد البوداري إلى المستشفى، حيث وجد الحاج عبد الهادي وقد تلقى العلاج الضروري وأجريت له الفحوص الضرورية التي أكدت أنه ليس بحاجة للبقاء في المستشفى. كان العميد بحاجة إلى الاستماع بتفصيل إلى الضحية، ولذلك اصطحبه إلى مقر المفوضية. صرح الحاج عبد الهادي بأن المبلغ الذي كان في حقيبته الجلدية يفوق 54 مليون سنتيم. قال أسفا إنه لم ينصت إلى نصيحة السائق الذي حذره من التعرض للسرقة. قال إنه ألح عليه أن يودع ما توفر معه من مال إحدى الوكالات البنكية المنتشرة في المنطقة. استوقف اهتمام العميد البوداري إلحاح السائق على مشغله أن يودع المال في وكالة بنكية، فقد يكون ذلك الإلحاح وذاك الإسراف في النصح خير وسيلة لإبعاد الشبهة. وبينما كان العميد يواصل الاستماع للحاج عبد الهادي، جاءه أحد مساعديه بسجلات الأشخاص الأربعة المرافقين للحاج. لم تكن للثلاثة الذين جاء بهم من أبي الجعد سوابق، وقد صدقوا فيما أدلوا به من أقوال، بينما تبين كذب السائق رضا المنصور الذي قضى عقوبة بالسجن 5 سنوات في أجدير قبل أقل من 4 أعوام من أجل السرقة باستعمال العنف. رافق العميد الحاج عبد الهادي إلى الإسطبل حيث يقيم. كان السائق في انتظاره هناك. طلب منه الحاج أن ينقل ما بقي من رؤوس أغنام إلى السوق وبيعها، عل دخلها يكفي لدفع ما ترتب عليه من صوائر ومنها أجور العمال. قال السائق إنه على استعداد للتخلي عن أجره وأن ينتظر إلى أن تتحسن الأحوال. كان في موقف الرجل ما يسترعي الانتباه مرة أخرى. يوما قبل العيد تقرر إخلاء سبيل الأربعة، ولكن أقيمت حولهم مراقبة لصيقة. أوكل الأمر إلى عدد من المفتشين من غير المتزوجين. كانت التعليمات تطلب التركيز على السائق. كان المحققون يظنون أنه من قد يكون أعطى السارق معلومات حول الضحية وحول ما يحمله معه من مال. مساء ذلك اليوم ساق رضا الشاحنة وعلى متنها الحاج وأعوانه الثلاثة إلى أبي الجعد، وعاد في تلك الليلة إلى الدار البيضاء على متن حافلة للمسافرين. لما نزل في المحطة كان ينتظره أحدهم على متن سيارة، ركب وتوجه إلى منزل في حي بأطراف الدار البيضاء. كان مفتش للشرطة يتبع أثرهم على متن سيارة مموهة. دخل الرجلان منزلا، وبعد أقل من ساعة خرج السائق رضا يحمل كيسا بلاستيكيا، أخذ سيارة أجرة وتوجه إلى المحطة الطرقية. كانت الساعة تقترب من 4 صبحا حين أطبق عليه رجال الشرطة. كان في الكيس الذي يحمله مبلغ 25 مليون سنتيم. لما نقل إلى المفوضية
وقد أيقن أن لا سبيل له لتبرير مصدر المال الذي ضبط بحوزته، اعترف بأنه من دبر عملية السرقة التي تعرض لها الحاج عبد الهادي الحاير. قال إنه اتصل بشخص تعرف إليه في السجن، وكان من قام بالاعتداء على الحاج والسطو على المحفظة الجلدية. أبلغت النيابة العامة بالتفاصيل، وصدر الأمر بالقبض على شريك رضا. تم اقتحام منزله في صبح العيد، وبحضوره تمت عملية التفتيش التي كللت باكتشاف كيس به أكثر من 28 مليون سنتيم وقد أخفي تحت السرير. تم تقديم اللصين أمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في ثاني أيام العيد من أجل السرقة باستعمال العنف والمشاركة، بينما تم إرسال برقية إلى الحاج عبد الهادي الذي طلب منه الحضور لاسترجاع ماله الذي سرق منه. ملفات بوليسية.